أنا ماشي. ألو، مرحبا رفيقي. أهلين رفيقتي، كيفك؟ هلأ اسمعني منيح، ماما اليوم كتير عصبت علي. ليش؟ شوفي، بدي أسألك، هلأ أنا بنت صغيرة شي؟ لك طبعا لا، أنت صرتي بنت كبيرة. يعني أنا مستحيل ضيع، مو هيك؟ أكيد لا. وأنا هيك قلت له، بس ماما ما أنا عم تصدقني، هي عيطت علي وبهدلتني. شوف وقت ماما توصل على المكتب انت كمان عيط عليها. هالشي كنت عملته، بس انا ما رح اروح على المكتب اليوم حبيبتي، لاني رايح على دلهي. بدك تطول هنيك؟ شي 3 ايام. يعني بدي ضل 3 ايام بدون ما اشوفك ابدا؟ مو قلت لك من قبل؟ وقت تدقي لي وتكوني بحاجتي بترك كل شي وبيجي لعندك بسرعة. لا تقلي، اتفقنا؟ هذا وعد؟ طبعا وعد، أنا لازم روح لأني كتير مستعجل. ماشي، باي. لازم أشرب شاي بالليمون والعسل حتى روق، وهذا اسمه شاي أخضر. بتقله لكريستوفر يعمل لي شاي بالليمون والعسل. هي يلا روح، يلا خده وروح. ماني عم بفهم مين يلي وظفهم لهدول العالم عنا. جارتوندي صار له زمان ما حكى معي. معقول الوضع بالمكتب بده يضل هيك وما رح يتغير؟ لازم أعمل شي. يعني هذا كيف بيتجرأ إنه ما يرد على مكالماتي؟ كيفك عمتو؟ أنا اسمي سيمياش. صباح الخير عمتو. شفتي جدو شي؟ لأنه هو مانو بغرفته. عن جد عم تحكي؟ ليش هو من أمتى بيخبرني وين رايح؟ أنت بتعرفه منيح، بس أنا بظن أنه هو طلع يتمشى شوي. لا تقلق عليه، شوي وبيجي. بصراحة أنا بس كان بدي أقول له أني رايح على دلهي اليوم. دلهي؟ إيه؟ وهيك فجأة؟ مضطر أني سافر ضروري لأنه عندي اجتماع. عم قول لحالي ما خبرتني قبل. أنا ما كنت بعرف، سمير من شوي حتى خبرني، ورح نضطر نبقى هنيك كم يوم كمان. أوه عن جد؟ ياش، بما أنك رح تضل هنيك كم يوم غايب عنا، لازم تنتبه على حالك كتير منيح. ماشي؟ ولا يهمك. أنا بعرف أنك رح تكون مشغول هنيك على طول، بس حاول ما تتعب حالك وتاكل كل الوجبات. سمير، أنا ما في داعي وصيك فيه، دير بالك على ياش واهتم فيه. ولا يهمك. هو بأمانتك. يعني أنت بتخبريه لجده بس يجي؟ ما هيك؟ إيه طبعاً أنا بخبره، أنت صار فيك تسافر لا تقلق.